تنعيم وفرد الشعر كأنه مكوي بالظبط، وصفة ممتازة جدا جدا لعلاج كل مشاكل الشعر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بناميت؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفه ممتازه جدا، تعالجي بيها الهيشان، وهتعالجي بيها كمان تقصف الشعر، وهتعالجي بيها التلف اللي حاصل بعد الصبغه او بعد الحراره. الوصفه دي بجد فعاله ومضمونه، وانا ما شاء الله بستخدمها بقالي فتره طويله. عايزه انوه على حاجه، كل الوصفات اللي بنزلها على قناتي بيتم استخدامها قبل ما انزلها، يعني كلها وصفات طبيعيه، كلها 100% آمنة، وأنا دائما دائما بستخدمها، مش شهر أو شهرين، أنا بستخدمهم بقالي سنين طويلة. فكل الوصفات اللي بتنزل بتكون مجربة وما شاء الله فعالة، فأنتي هتستخدميها وأنتي متأكدة أنها هتنجح معاكي. لكن أهم حاجة أن أنتي تمشي على الخطوات الصحيحة عشان الوصفة تنجح معاكي، وتحسي أن أنتي يعني عملتيها صح عشان تنجح معاكي، لانك لو مشيتيش على الخطوات واستعجلتي في معرفه المكونات بس وطلعتي بره الوصفه، بترجعي تقولي الوصفه فشلت. فكملي معايا الوصفه عشان تنجح معاكي. يلا بينا نبدا مع بعض على طول في الوصفه، مش هطول عليكم. كل المكونات النهارده اللي هنستخدمها مكونات طبيعيه 100%. طيب ايه المكون الاولاني اللي هنستخدمه في الوصفه يا سوفي؟ اول حاجه عندنا هتكون بذور الكتان. بذور الكتان من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي انا بحب استخدمها. جل بذور الكتان بيعالج الشعر من الهيشان التقصف، وكمان بيساعد على علاج كل مشاكل الشعر زي التلف وزي التكسر الشعريه نفسها. وعلى فكره الوصفه دي هنستعملها النهارده من الجذور لحد الاطراف. معظم الوصفات بتاعتنا دايما بنستخدمها على شعرنا او على اطراف الشعر فقط. الوصفه النهارده طبيعيه، فهنستخدمها على كل يعني كل الشعر حتى الجذور. المكون التاني بقى اللي هنستخدمه مع بعض النهارده برضو من المكونات اللي لما بتستعملها في فرد الشعر بتبقى بالنسبه لكم ممتازه وناجحه، وبصوا يعني رهيبه في علاج تلف الشعر. طيب ايه هو المكون ده؟ المكون ده عباره عن الرز المطحون. بتجيبي معلقه من الرز العادي الابيض بتاعنا، تمام، هوري لكم شكله. هتقولوا لي طب احنا عارفين شكله، اكيد كلنا عارفين الرز. والله يا بنات بيجي لي كومنتات ايه شكل الرز، هل نوع الرز مثلا معين؟ فيا جماعه رز عادي اللي هو رز بتاع الطعام اهو يا بنات، الرز ابيض عادي اللي احنا بناكله، بصوا الابيض الطبيعي اللي احنا بناكله، تمام. بتاخديه بتغسليه كويس وتسيبيه ينشف شويه من الميه، وبعدين تطحنيه في الكبه او في الكبه بتاعت الاعشاب لحد ما يبقى ناعم تماما ويبقى بالكميه دي. انا هنا اصلا كنت عامله كميه كبيره لحد اخرها، فانا عشان بصوا عشان تعرفوا بس ان انا بستعمل الوصفات اللي بنزلها. شايفين الرز فيه قد ايه فاضل؟ استعملت كل الوصفات دي، وصفات بشره بقى، وصفات تفتيح، وصفات شعر. فالحاجه اللي انا بقول لكم عليها دايما بتبقى مجربه. فهو ده الرز العادي يا جماعه، عشان بجد والله بيجي لي اسئله على الحاجات الطبيعيه، اسئله رهيبه، اللي هو رز يا جماعه عادي، فتقولوا لي نوع معين من الرز، لا رز عادي طبيعي اللي عندك المتاح في بلدك هو ده. فهو ممتاز جدا في فرد الشعر وعلاج التلف وعلاج كمان التقصف. ده كان بالنسبه لتاني مكون. تالت مكون بقى عندنا هيكون الزبادي. الزبادي النهارده بطل القصه بتاعتنا، ولازم ان انت تستعمليه، ما ينفعش ان انت تستعملي بديل ليه. لو استعملتي بديل ليه ممكن يكون البديل هو حليب جوز الهند او لبن جوز الهند، تمام. هو ده البديل الوحيد للزبادي. لو ما لقيتيهوش يعني هو موجود في كل مكان ومش غالي، فالافضل ان انت تجيبي زبادي او لبن جوز الهند. لبن جوز الهند مش دايما بتلاقيه، تمام، فبصراحه انصحك جدا جدا ان انت تجيبي زبادي او ياغورت زي ما بيقولوا، لان معظم الناس ما تعرفش ايه هو الزبادي، بيفتكروا ان هو لبن. انا بيتابعني ناس كتير جدا من كل انحاء العالم، فحتى البلدان العربيه بيكون سبحان الله ليهم الفاظ مختلفه عن بعض. فهي دي تلات مكونات، يلا بينا مع بعض. وعلى فكره في مكون اخير كده، بس ده البونبونيه بقى بتاعت الوصفه في الاخر خالص، فهنستعملها هنستعمله مع بعض لما الوصفه بتتعمل وبتتنفذ، يعني المفروض تتعمل في الاخر خالص. يلا بينا اهو، في اي حله او كاسرولة عندك هتبداي ان انت تحطي المكونات دي كلها. هنبدا بسم الله بذور الكتان، تمام. زي ما قلت لك في الاول ان بذور الكتان ممتازه جدا جدا لعلاج كل مشاكل الشعر، فافضل حاجه ان انت تستعملي بذور الكتان لشعرك. هحط معلقه واحده فقط اهو من بذور الكتان اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط معلقه تانية من بذور الكتان اهو، تمام، اهو ده الشكل العام، بصوا جمال. طيب المكون التاني اللي هنحطه بقى، المكون التاني اللي هنحطه هو الرز المطحون. هنحط منه معلقتين كبار زي بذور الكتان بالظبط، الاتنين كميتهم متساويه
اهو بسم الله، اهو قطعه شوية من الرز يعني المعلقة تكون مليانة، اهو بسم الله كده اول معلقة من الرز، تاني معلقة اهو، تاني معلقة من الرز، وتقلبيهم مع بعض يعني بالشكل ده كده تمام. وبعدين بقى اللي احنا هنعمله، اللي انت هتعمليه هو ان انت هتنزلي بكوبايتين من المية، اهو يا بنات هننزل عليهم بكوبايتين كبار من المية بالشكل ده كده، وبعدين تقلبي كوبايتين المية، بيتهيألك ان هما هيبقوا كتار، بس لأ الرز لما يبدأ ان هو تحسيه هيستوي كده وبذور الكتان تنزل الجل بتاعها في المية، هتحسي والله ان الكمية مناسبة جدا. طبعا هتقلبي لحد الكلاكيع دي كلها ما تروح، هتقلبي بذكاء كده الكلاكيع بس كلها تروح، عشان ما ينفعش ان احنا نرفعه على النار وهو مكلكع بالشكل ده. بصوا يا بنات بقى احنا كترنا المية اهي، بقت زي ما قلت لكم كوبايتين، هبدأ ان انا احطها على النار بس لمدة 5 دقايق حرفيا، وبعدين اطلعها عشان ابدأ اصفيها من بذور الكتان وارفعها تاني على النار. الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان بذور الكتان تنزل السوائل بتاعتها وبالتالي الوصفة بتاعتنا تنجح. اهو يا بنات بصوا بعد ما صفيت بذور الكتان، بقى بذور الكتان والجل بتاعه، لكن هحطها على النار بقى وافضل اقلب لحد ما تتماسك وقوامه يبقى كريمي. في حاجه يا بنات ملحوظه مهمه جدا عايزه اقولها لكم، انتوا ممكن تغلوا بذور الكتان لوحدها في كوبايه ميه، يعني معلقتين بذور كتان على كوبايه ميه، ولما الجل بتاعها يطلع من في الميه تصفوها وتحطوها هنا مع ميه الرز. فاهمين قصدي؟ يعني دي طريقه ودي طريقه، انا بصراحه الطريقه دي بالنسبه لي اسهل واسرع، لكن لو عرفتوا تعملوها وتنفذوها تمام. برده الخطوه الثانيه سهله جدا، انك انت تغلي بذور الكتان وتطلعي الجل بتاعها وتحطيه هنا، وتبداي ترفعيه بقى مع الرز على حراره هاديه وتقلبي لحد ما يبقوا جل او حاجه كريميه مع بعض، برده دي طريقه ممتازه. انا كده هحط القوام بتاعي ده على النار واقلبها، وهتشوفوا القوام حاجه كده ممتازه. شايفين يا بنات القوام ما شاء الله، بصوا هو ده القوام اللي احنا هنبدا ايه بقى نقفل النار عليه، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام كريمي فلافي جدا كده تقدري تفرديه على الشعر. اهو يا بنات ما شاء الله شايفين القوام الفلافي ده، تحفه حاجه كده كريمي تقدري ان انت تفرديها على الشعر بشكل سهل جدا وسلس. هل احنا كده خلصنا؟ لا طبعا احنا مخلصناش، اخر مكون هنحطه اللي انا قلت لكم عليه وما جبناش سيرته لحد دلوقتي هو الزبادي. هتحطي زبدية كاملة اهو كده، زبدية كاملة على الوصفة دي على طول اهو بسم الله. هنبدأ ان احنا بقى نحط الزبدية دي كلها كده تمام، ونقلبها كويس جدا. تبدأ ان انت تقلبيها كويس جدا، هي تحسي كده ان الدنيا مش ظابطه، لكن ما تقلقيش لما تتقلب وتبقى كويسة يعني انت هتشوفي المشهد. الماسك ده مش هتبطلي تعمليه لنفسك ولا لبنوتك ولا كل الكلام ده، انت ممكن تقلبي بحاجة احسن من كده بكتير، ممكن تقلبي بدي اهو كده. هقلب وبيت اهو يا بنات، شايفين ما شاء الله القوام، شايفين الجمال، قوام كريمي ممتاز جدا جدا. بتفضلي بقى ان انت ايه تقلبي فيه كده لحد ما قوامه يكون بالنعومة اللي انت شايفاها قدامك دي تمام. بصوا بقى يا بنات في سر بقى انا بعمله في الوصفه بصراحه، بصوا يا جماعه قوامها، بصوا فظيع فظيع بجد، قوامها ممتاز جدا. انا بحب اصلا القوام بتاع الوصفات دي عشان بحس ان هي بتجيب معايا نتيجه ممتازه. بصوا بصوا الجمال، الشوائب اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه الشوائب بتاعت بذور الكتان ما تقلقوش. اخر حاجه بحطها بقى هي جوز الهند تمام، انا النهارده مستخدمه زيت جوز الهند والنخاع. بجد بنات الزيت ده بصوا مهما اقول لكم قد ايه ممتاز تحفه، بس انتم ممكن تستخدموا اللي هو يعني اي نوع تاني من انواع الزيوت تمام، مش لازم ان انت تستخدمي انا شكلي مش فتحته ولا ايه، ما فتحتوش استنوا اهو يا بنات، بعد ما فتحته هحطه بالظبط زي ما انا قلت لكم حوالي 4 نقط اهو اهو كده، حاجه بسيطه جدا. وبعدين بتبداي ان انت تقلبي،
تمام. عايزه اقول لكم بس حاجه مهمه قوي، ان التقليب كويس ممتاز عشان تكون الوصفه بتاعتك فيها كلها الخليط بتاعك كله يعني في الزيت، تمام اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بقى هنبدا نحطه في الطبق بتاعنا عشان نفرده على شعرنا. طريقه استخدام الوصفه على الشعر ممتازه جدا وبسيطه جدا. انا عايزه اقول لكم بس ملحوظه، انت ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الزيوت، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا. الجوجوبا ممتاز جدا، يبقى ندفع عليك مشاكل الشعر بالتلف والتقصف، فاستخدموه وانصحك بيه جدا. طريقه استخدام الوصفه، بصوا يا بنات بسيطه جدا جدا. طريقه استخدام الوصفه وهي ان انت اهو بسم الله، شايفين يا بنات القوام؟ شايفين الجمال؟ شايفين القوام؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تحفه، مش عايزه يعني مش عايزه اوصف لكم، اعملوها انتوا وشوفوا القوام عامل ازاي، بجد بنات مش طبيعي وسهل فرده على الشعر. يعني انا اعتقد انتي حاسه، بصوا 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 القوام بيعمل ايه معايا، بصوا فظيع، بصوا فظيع، بصوا تحفه. طيب الماسك ده بيتفرد من الجذور لحد الاطراف، بتسيبيه لمدة 15 دقيقة يعني ربع ساعة، وبعد كده بتشطفيه بالمية. لو عايزة تغسليه بالشامبو براحتك، بس بصراحة انا بغسله بس بالمية، بجد يا بنات بيسيب شعري طري جدا، بيعالج التقصف الهيشان ممتاز ممتاز ممتاز. بعتذر جدا لو طولت عليكم، بس الوصفة تكنيكها شوية مش سهل، فاخدت معايا وقت كده طويل شوية، فمعلش بعتذر لو انا اتأخرت في الفيديو. اهم حاجة ان انتوا تكونوا بس استفدتوا من الوصفة، كرريها مرتين في الاسبوع او كل ما تيجي تغسلي شعرك، بجد ممتازة جدا. بس كده خلصنا الوصفة، بحبكم جدا ومع السلامة.